الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى يقال بأنه رأى الله، هل هذا صحيح أم لا؟ هذا سؤال الأول. يعني في رحلة المعراج هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم الله أم لا؟ نعم، وتحديدا في فكرة يعني 50 صلاة إلى 5 صلوات، فكان يصعد من السماء السادسة إلى العرش ثم نزولا. طيب هذه نقطة مهمة جدا أيضا سنسألها للدكتور حاتم. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ خليل. وعندي استفسار حبيت أعرفه من الدكتور حاتم، ولذا به وسع صدره معايا برك، بس يعني خارج شوية. أنا لا أسمع والله، صوت ابتعد كثيرا. طيب أشكرك شكرا جزيلا، تفضل دكتور. مسألة رؤية النبي لربه سبحانه وتعالى في رحلة المعراج من المسائل التي اختلف عليها الصحابة رضوان الله عليهم ومن جاءوا بعده، ما بين مثبت للرؤية وما بين والحقيقة أنه أنا أميل حتى هذه اللحظة في بحث هذه المسألة إلى التحفظ، وإلى أنه يعني ما قالته عائشة وابن مسعود وغيرهما من الصحابة في أن النبي لم يرى ربه أولى عندي وأرجح. وقد قالت عائشة أنه نور أن أراه، يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وبعض الأئمة يثبتون الرؤية ويقولون إنه الذين ينفون الرؤية إنما نفوا رؤية الله على ذاته الحقيقية أو على ذاته الكاملة، أما الذين يثبتونها فإنهم يثبتون رؤية ما أذن الله برؤيته من جلاله وجماله ونوره وعظمته. وعلى أي فإن هذه المسألة من المسائل التي لا يترتب عليها كبير عمل. حسبنا أن نؤمن بالمتفق عليه في رحلة المعراج، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتقى السماوات ووصل إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، يعني من أنوار الله سبحانه وتعالى. وأثبت الله عز وجل له أن ما رآه لم يكن فيه شيء إلا هو حقيقة، ما كذب الفؤاد ما رأى، كل مرائيه صلى الله عليه وسلم كانت حقيقية معينة لا لبس فيها ولا اضطراب ولا إشكال. أما خصوص مسألة هل رأى ربه ولا لا، خاصة إنه ليس لدينا نص من النبي صلى الله عليه وسلم قاطع في إثبات الرؤية بحيث لا تحتمل الخلاف، ولا في نهيها بحيث لا نفيها بحيث لا تحتمل الخلاف، فأنا أرى تفويض ذلك وألا ننشغل ببحثه، لأنه ليس لدينا ما نستطيع أن نقطع به في المسألة قطعا يقينيا، وكل رأي يقال في ذلك سيكون على سبيل الظن وعلى سبيل الترجيح، والترجيح نسبي. فالذي أراه أأمن والذي أراه أضمن في هذه المسألة أن أقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت بيقين إنه رأى ربه، وإن رؤية الله عز وجل لعباده المؤمنين إنما تكون في الآخرة، كما قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكما قال صلى الله عليه وسلم ترون ربكم لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته. فقد أثبت الله تعالى الرؤية للمؤمنين في الآخرة اللي هي دار جزاء واللي هي دار يتحول فيها الغيب إلى شهادة. أما في الدنيا فالأصل أن أحدا لم يرى الله تعالى، كما قال الله تعالى عن نبيه موسى إذ قال موسى يعني لربه أرين أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا عليه السلام.